ايه هي عوامل الخطوره المسببه لسرطان الرئه؟ بص، سرطان الرئه اهم حاجه عندنا الحقيقه ان احنا عندنا شريحه قويه جدا او كبيره جدا من المدخنين، وبالتالي سرطان الرئه لقيناه اكثر شيوعا في المدخنين. مش معنى كده ان هو ما بيجيش في الغير مدخنين، لكن بناخد بالاسباب وبنقول اللي بيدخن ده عرضه ان هو يحصل له السرطان، وبالتالي احنا بنقول اول حاجه امنع التدخين. لكن لو انت مصمم او انت خلاص بقت عاده بالنسبه لك ان انت تدخن، يبقى على الاقل اكشف واطمن. فبنعمل اشعه مقطعيه بجرعه بسيطه من الصبغه، ده بناء على اعراض معينه، ممكن يكون في كحة مزمنة، ممكن تكون نهجان، ممكن يكون كحة مدممة. برضك ارجع واقول احنا مش عايزين الاعراض دي، انا عايز اللي بيدخن يروح يعمل، علشان لو في حاجة نقدر نلحقها بدري. طب لقينا ده هنعمل ايه؟ لقينا ده هنضطر ان احنا لو لقينا كتلة في الرئة هنضطر ان احنا ناخد عينة. الفكرة كلها ان الكشف ده هو ده اللي بيقول اذا كنا هنعالج ولا مش هنعالج. هي المبادرات مش معمولة عشان العلاج، هي المبادرات معمولة زي ما قلت لحضرتك ان انا اكتشف بدري، فبالتالي ممكن جدا تعمل اجراء جراحي وتخف، ممكن جدا ما يطلعش عندك حاجة، ممكن يطلع تليفات، ممكن يطلع اي حاجة. بنقول لو سمح انزل واكشف، عشان ده هو ده اللي هيفرق